سامحوني قريب هذا الفيروس. تسمعوا سامعين؟ قلت انا فيروس الانفلونزا هذا لا يستثني احدا حتى الاطباء سمح. هذه جمعيه الاطباء التونسيين بفرنسا حرصا منها قد حرصت بشده على ان تشارك في هذا المؤتمر، لان ترى ان هذا المؤتمر هو عنده اهميه كبيره جدا، وتحرص على انبثاق مجلس وطني للمحاسبه من هذا المؤتمر. وهذا الـ هذا الـ هذا المجلس ان شاء الله يستحضر كل الابعاد القانونيه والسياسيه والاخلاقيه بعيد عن التشفي والانتقام لطي صفحه الماضي الاليمه وضمان عدم تكرارها. هذا المؤتمر يمثل خطوة هامة على طريق تحقيق أهداف الثورة، وبصراحة ثورتنا ستبقى يتيمة وغير متكاملة إذا لم يخرج من هذا المؤتمر مجلس وطني ينبثق عنه قانون أساسي يقدم إلى المجلس التأسيسي. وبعد هذه الخطوة سوف نرى ما هي فاعلية هذا الإنجاز، وإن شاء الله تكون معناها الرقابة كبيرة جدا من هذا المجلس وراء هذا المشروع المهم. أيها الإخوة، إن الفساد يدمر كل معاني الحياة ويشوهها، وحينما نتابع ما عاشته بلادنا منذ طرد المخلوع وإجباره على الفرار يوم 14 جانفي، نرى أن عدم تفعيل المحاسبة هو الذي كان وراء التعثرات الحالية، والتي تفاقمت إلى حد الذي أصبحت تهدد فيه المسار الثوري. هذا الأخير الذي يستنجد اليوم بوقفة سريعة وحازمة بل وعاجلة. ويمكننا أن نشير إلى ما تعيشه بعض الجهات الداخلية اليوم من حالة احتقان، يعني في خلاصة في 30 ثانية، حالة احتقان واضحة يعود في بعض أسبابه إلى الترخي وعدم إطلاق مسار المحاسبة، وهو ما أطلق العنان في الحقيقة إلى عودة رموز الفساد من سياسيين ورأس ماليين وهم ورجال أعمال، فأصبحوا يحركون خيوط التآمر دون حسيب أو رقيب، مستفيدين من تردي أداء الحكومة على جميع الواجهات وعدم قدرتها على الإمساك بكل الملفات. واليوم يمكن أن نشير في هذه النقطة إلى منطقة في جنوبنا الغالي، في الجنوب الشرقي التونسي ومنطقة بن قردان في التحديد، تعيش هذه الآية حركة احتجاجية مردها للانعكاسات السلبية لإغلاق الحدود التونسية الليبية. هذه الحدود، هذا المعبر الذي يمثل معبر تجاري قانوني، ولكن ثم جانب غير قانوني أيضا بين ظفرين، لأن هذا الجانب غير قانوني كان منذ عقود العائلة، آلاف العائلات من بن قردان، وأنا أصيل بن قردان، يرتزقون من هذا المعبر ومن هذه الطريقة أيضا الغير قانونية بين ظفرين، ولا بد من إيجاد حل بين الإخوة في ليبيا والإخوة في تونس. الحكومة يجب أن تكون حازمة وتذكرهم على أن الشعب التونسي قام وكان معناها في الصف الأول مع الإخوة الليبيين في ثورتهم، وكنا معناها استضفنا أكثر من 500 ألف لاجئ، وأنا كنت رئيس اللجنة الصحية التونسية الليبية، ودخلت معناها مشينا الجنوب التونسي، ودخلت أيضا الأراضي الليبية في مدة الحرب، ومعناها المصابين الثوار كنا أجرينا عمليات داخل ليبيا، والتقينا بالمجلس الانتقالي وحكينا معاهم على المعضلة هذه نتاع بن قردان، وقالوا راهو باش نحلوه المشكل هذا نتاع بالمعبر نهائيا، واليوم باقي دون ان سيركل فيسيو نمشوا ندور. ولكن انا لا اطيل عليكم، اقول ان لابد من ادعو ايضا اهالي بن قردان الان، معناها في 10 ثواني بن قردان هذه معناها رمز العزه والكرامه، دعوه للهدوء والتمسك كما كانوا دائما بالمصلحة العليا، واعتبار أنه المصلحة العليا هي ثابتة، وأن لا يجعلوا ثغرات لهؤلاء الخبثاء الذين يمكن يسيئون إلى مطالبهم المشروعة. وشكرا جزيلا.